انا بعتوها برساله عن طريق اذاعه عدن لمحمد مرشد ناجي، وعاد محمد مرشد ناجي عاده صغير في البدايه. كده، ايوه عاده صغير كده، شباب صغير من شباب في البدايه، هو كان لما عملوا الفرقه في لبنان محمد مرشد ناجي كده يطلع زي الصومالي الصغير. المهم انه يعني ابدع فيها، وكانت تقريبا الاغنيه الثانيه اللي غناها هو بعد الاغنيه اللي غناها لمحمد سعيد جرادة. محمد سعيد جرادة وغنى هو الاغنيه باللغه العربيه والفصحى، هذه هو الاغنيه، وبعدين اللغه الثانيه هذه يعني هذه من هنا اخذ شهره كبيره يعني، وبعدين حصل له شوالي وحصل له وحزام غنائم، تعتبر غنائم ما بعد الاغنيه يعني من ذاك اليوم يعني خلاص فقينا خلاص انا وهو يعني يراسلنا يشتي كلمات. ايش كانت ثاني قصيده رسلتها له؟ الثانيه جاء الثانيه الواحد الثاني اسمها يا طير يا رمادي. يا طير يا رمادي بالله عليك يا طير يا رمادي تفرد جناح تردني بلادي. بالله عليك يا طير يا طير يا رمادي تفرد جناح يا طير تردني بلادي. بالله عليك يا طير يا طير يا رمادي تفرد جناح تردني بلادي. هذه الأغنية الثانية برضو عن الثورة يعني. واستمر التعاون ما بينك وبينه في إرسال القصائد وغنائها. وبعدين برضو ثاني بس بعدين اختلفنا أنا وهو الله يرحمه. عملت أغنية اسمها يعني شعبي ثار اليوم جدد ما غبر. فهو راح غيروها وبعدين قال دخلوا فيها عبد الناصر ودخلوا السلال في الأغنية. هو ولطفي أضافوا يعني على الكلمات تقصد أو؟ أيوة هو غيروا لي يعني أنا قلت فيها أنا فدا صنعاء فدا بلادي فدا حقول البن بكل وادي أنا فدا شعبي بكر ينادي من الظلام والقيد حرق بلادي. أيوة فهو قالوا أنا فدا صنعاء فدا بلادي أنا فدا السلال فدا بلادي. دخلت دخل الموضوع وبعدين كمان جابها كده إن عبد الناصر اليوم انتصر وحدت. المهم فأنا اخترفنا محمد رشيد ناجي فبعثت له رسالة يعني عنيفة شوية، فهو كتبها وكتبها بكتابه الجديد، كتابه اللي طلعه الأول طلع هذا طلع الرسالة والحكاية هذه واعتذر الله يرحمه. الله يرحمه.